هاي مازدا ويك مستمرة معكم المشاهدين عبر أوتوفوكس. سيارة جديدة أكيد رح نتعرف عليها مع مسيو توني عبدو مدير مبيعات بشركة أنبو خاطر وكيلة مازدا بلبنان. توني هاي. بونجور جورج، كيفك؟ صبا؟ ماشي الحال. سيارة جديدة اليوم أكيد. معروفة بالسوق بس اليوم بسبيشال اديشن رح نشوفها بأوتوفوكس، المازدا 3 مع اللون الأحمر الحلو كتير والجانت الأسود وكمان الصنروف بلاس اللي رح نتبعها أو البانوراميك صنروف اللي رح نشوفها خلال حلقتنا لليوم. كمان اهم شيء انه بعدها أنبو خاطر مستمره بعروضاتها الممتازه جدا. توني يا ريت فينا نعرف بدايه شو هي الاوفرات الجديده اللي عم تقدموها لكل الاشخاص اللي حابين يحصلوا على سياره، سياره مازدا من أنبو خاطر. نحن اليوم مثل العاده عوضنا زبوناتنا انه على اوفرات دائما فوائد واطيه. نعم. اليوم جايين لحتى نذكر باوفر مرق معنا الشهر الماضي هو بالمازدا ويك، والاوفر ضرب مزبوط بالسوق وجاب كثير زبونات. نحن حبينا نمدد لانه الفرصه ما قدروا استغلوها كثير من العالم على طلبهم، قد ما صرف علينا طلب حبينا نرجع نطلع على الان تي في ونرجع نقول لهم للي ما لحق حالهم حتى يستفيدوا من الفرصه ويستفيدوا من الاوفر اللي هو 0.99% فايده على 5 سنين، 5 سنين وارنتي انليمتد مايلج. هذه السياره يابانيه ما بتحتاج تفوت جراج، 100% يابانيه. في 5 سنين اسيورانس من ضمن التقسيط عم بيكونوا فول ريسك انشورنس، بهالفتره بيكون عم بيصلح الزبون بجراجات الشركه على 5 سنين مش على فتره سنه او سنتين مثل غير اوفرات. وفي عندك بفتره كدفعه اولى عم بتكون 15% مينيموم لاصحاب الدخل المحدود، يعني بهالحاله بده يعملوا لنا افاده سكن، بده يعملوا سرعة هويه، وبده يعملوا افاده عمل. بينما ال 40% ما بيامنوا هالورق، بس 100%. مجرد يمكن ورقه ورقتين ثبوتيه عنهم وبيمشي الحال بخصوص انه ياخذوا سياره من أنبو خاطر. كمان الافي بالون توني شغله كثير مميزه عم تقدمها الشركه. الافي بالون اللي بتصير عمليه دفع $1,000 بالسنه وبتخف ساعتها الدفعة الشهرية على الشخص. كيف كمان تحكي لنا عنها بكلمة صغيرة قبل ما نحكي عن السيارة اليوم؟ منيح يعني ظبطت معك مزبوط، حافظ الأوفر 100% حلا نحفظ مزبوط. وهيك نحن زبوناتنا كلهم صار عندهم، يعني بس تقول مازدا دغري بقول لك فوائد واطية صاروا يعرفوا أوفراتنا. 40% دفعة أولى لحتى اللي عنده مداخيل إضافية جاي من برا، مثلا عم يجيب بونص بآخر السنة بيقدر يدفع الإفي بالون اللي هو $1,000 على فترة 5 سنين، 1000 1000 1000. كانوا دفع 5000 ان ادفانس، بيصير عنده سند واطي. بهالحاله هيدي بيصير عندك على المازدا 2 $199 بالشهر، وعندك على المازدا 3 اللي هي وراي $275 بالشهر، المازدا 6 اللي عم بيصير حقها سندها $475 بالشهر وسوري $399 بالشهر، السي اكس 5 $475 والسي اكس 9 $699. يعني عندنا من ال $199 لل $699 هول السندات. نعم. بتوقع كل العالم تحمل يعني هيك سندات صغير للكبير. اليوم نتعرف على المازدا 3 سبيشال اديشن مثل ما ذكرنا مزبوط. مع النافيجيشن الموجوده فيها رح نشوفها اكثر على الكاميرا بشكل اوضح. توني مزبوط، اذا بنشوفها افضل بطريقه تكون الامور واضحه اكثر على المشاهدين، خاصه هالسكرين الحلوه اللي حكينا عنها. اذا وصولا للبورد الموجود كمان من الناحية الأمامية بيعطينا الراديو، الحرارة، الساعة وغيرها. أكيد. شو بنحكي شوي عن السبيشال اديشن مازدا 3 اللي معنا اليوم؟ هذه السيارة المازدا 3 هي من الفئات الميد سايز بالمازدا. نعم. صحيح انه هذه السيارة فور دور سيدان، يعني السيارة بتقولها خرج العائلة، بس باللي عارضينه اليوم نحن بالسيارة لونها أحمر مع الكلر البلاك كلر كومبينيشن عم بتكون عاطية مثل سيارة للشباب. نعم. كفيناها نحن، هي موتور عم يجي فور سيلندر اوتوماتيك ترانسميشن 1.6 لتر عم بيكون 108 هورس باور. VVT engine. كفيناها من جوا بمالتي ميديا سكرين، تاتش سكرين عم يجي. نعم. فيها ريل فيو كاميرا، جي بي اس، بلوتوث. خاصة هذه توجهنا فيها للشباب لنفرجي فيها لوكس للسيارة، وبنفس الوقت لأنه بتعرف كل الشباب هلا بهالايام عندهم سمارت فونز تبعهم، بس يفوتوا عم يعملوا شيرنج بقلب السيارة عم يصير في تفاعل بينهم وبين السيارة. هيدي. نعم. كمان عم بتفعل الحماية لما يقعدوا يلتهوا عن الطريق، وبتعرف انت يعني أهم شغلة تكون المالتي ميديا on the top of the board. Don't chat and drive. أهم مسج زي ما بنوصله بأوتوفوكس عن جد، لأنه عم تسبب حوادث كتيرة عملية الشاتينج خلال السواقة، وهون خاصة للشباب بسبب شباب الجامعات اللي دائما عم يضلون على الواتساب وعلى البلاك بيري، انتبهوا كتير أنتوا عم تسوقوا، خاصة السيارات الحلوة مثل سيارة المازدا 3 حرام يصير فيها اكسيدان. توني عبدو مدير مبيعات بشركة أنبو خاطر، شكرا لوجودك معنا اليوم. سعر السيارة بس قبل ما نختم على السريع، هيدي ابتداء من 26900 فيها تسجيل والتي في ار. نعم. بيكونوا انكلود اول انكلود اكيد. شكرا توني. ويلرز.com.lb مشاهدينا لتشوفوا كل سيارة أوتوفوكس. الى اللقاء، تشاو.